عبر الهاتف نرحب أيضا بمراسلة المشهد سالي ببكر من ولاية نهر النيل. أهلا بك سالي، يعني لو تلخص لنا الصورة الآن في ولاية دارفور، خاصة في ظل احتدام المعارك هناك وسيطرة قوات الدعم السريع على مدينة كتم. بالفعل نعم مالك، يعني احتدمت الاشتباكات في ولاية دارفور التي تقع في غرب السودان، هذا الإقليم الذي يشهد بالأصل يعني صراعات، ويعتبر منطقة ملتهبة ويشهد صراعات قبلية وحروبات منذ زمن بعيد. ولكن بعد اندلاع هذه الاشتباكات في 15 من إبريل الماضي أصبح الوضع يعني متفاقم، من يعني سواء كان ميدانيا أو إنسانيا يعني أمنيا كذلك في تلك المنطقة، زاد سوءا أكثر مما كان عليه. مستمرة الاشتباكات وتتجدد في هذه المنطقة وفي هذه الولاية كما هو الحال في العاصمة الخرطوم، مستمر يعني تستمر وتتصاعد وتيرة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في تلك المنطقة، وأيضا هنالك تفلتات أمنية وأعمال نهب وقتل في تلك الولاية، كذلك أيضا تواجد أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع في تلك المنطقة. يعني احتدمت الشبكات فيها، ويعني هنالك صعوبة في الوضع الأمني والوضع الإنساني كذلك، مما يعني أعلن حاكم ولاية دارفور أو هذا الإقليم مني أركم الناوي بأنها أصبحت الآن منطقة منكوبة وتحتاج إلى التدخل العاجل لحل هذه الأزمات وإيصال المساعدات الإنسانية إليها. ماذا عن الخرطوم أيضا سالي؟ يعني أيضا كان هناك اشتباكات في الخرطوم. نعم نعم مالك، الاشتباكات لا زالت يعني تتجدد بين الجيش والدعم السريع في عدة مناطق في العاصمة الخرطوم. احتدمت الاشتباكات منذ مساء أمس في عدد من المناطق في مدينة أم درمان التي تقع في شرق وجنوب أم درمان، كذلك أيضا في بحري في عدد من المناطق والمناطق السكنية تحديدا، مما أدى إلى سقوط طائرة مشتعلة في يعني بالقرب من جسر الحلفاية الرابط بين مدينة بحري ومدينة أم درمان، كذلك أيضا في العاصمة الخرطوم في الخرطوم يعني في شرق النيل، المنطقة التي تقع في شرق الخرطوم وفي جنوب الخرطوم أيضا، يعني كان هنالك سقوط للغذائف حتى بالقرب من المنازل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في المناطق التي تقع جنوب الخرطوم، واستمرت خلال اليوم وبعد أن هدأت قليلا، ولكنها تجددت أيضا سقوط القذائف في تلك المنطقة، وكان هنالك سماع لأصوات مدفعيات ثقيلة واشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة جنوب الخرطوم تحديدا في الشارع الذي يعتبر شارع دائري يربط ما بين عدد من المناطق السكنية هنالك يسمى شارع الهوى. أيضا نريد أن نتحدث في ظل يعني الانسحاب من المفاوضات جدة، هل هناك أي تصريحات جديدة لربما يعني تشير إلى عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟ طبعا ليست هنالك اي يعني تصريحات او بيانات رسميه صدرت من طرفي الصراع الذي يعني تحاول المساعي الجاهده ما بين من الوساطه الامريكيه السعوديه لوقف اطلاق النار وعوده طرفي الصراع الى طاوله المفاوضات، لكن حتى الان لم يكن هنالك أي جديد حول أن كانت ستعود هذه المفاوضات مرة أخرى بين الجيش والدعم السريع أم أنها ستظل معلقة كما صدر قبل أيام قليلة من الجيش السوداني له أنه تم تعليق هذه المفاوضات. واضح، شكرا لك مراسلة المشهد سالي ببكر، كنت معنا من ولاية نهر النيل.